أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلاب الصف الثامن في محتوى الأسبوع لمادة التربية الإسلامية. في بداية هذا الأسبوع سوف نكمل ونتابع ما بدأناه حول سورة الكهف من الآيات المعروضة أمامكم، تلك الآيات التي تتحدث عن أصحاب الكهف الذين اعتزلوا قومهم خوفاً من إجبارهم على ترك دينهم، فأحاطهم الله برعايته ولطفه ثم بعثهم بعد نومهم الطويل ليكونوا آية وعبرة للناس. ستبدأ التدريبات ثم سوف تنتقل إلى الآيات الكريمة، وسنتابع معاني مفردات الآيات، ثم سننتقل إلى موضوعات الآيات الكريمة، إذ إنها تناولت لطف الله تعالى ورحمته بأصحاب الكهف وإيقاظ الفتية من نومهم الطويل. فسوف نتحدث عن موضوع لطف الله تعالى وكيف أن الله تعالى هيأ لهم الأسباب التي ستبقيهم على أو التي أبقتهم على قيد الحياة فناموا في سنين عديدة. طبعا كل هذا كان حفظا لهم من المشركين، وأنه جعل موضع نومهم مناسب لهم بحيث إذا طلعت الشمس تميل عن كهفهم جهة اليمين، وعند الغروب تبتعد عنهم جهة الشمال، فيدخل ضوءها ودفئها ولا يصلهم حرها فتؤذيهم. وهذا إلى نهاية السورة في هذه الحصة. ثم سننتقل عزيزي الطالب إلى موضوع التوكل على الله تعالى وفكرة الأخذ بالأسباب، إذ أن الله سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى الأخذ بالأسباب والاعتماد عليه والاستعانة به في شؤون الحياة كافة. سيتعرف الطالب إلى مفهوم الأخذ بالأسباب ومفهوم التوكل على الله تعالى، سوف يقوم بعدة أنشطة واردة في كتاب اللغة العربية، ثم سيبين أهمية التوكل على الله تعالى من لوازم الإيمان به، لأن المسلم يثق بقدرة الله تعالى على تدبير أمره. ثم سننتقل إلى تدريبات الكتاب واختبار المعلومات في الكتاب. وهكذا أحبتي الطلبة، نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعاً سعيداً وموفقاً جداً أتمناه لكم. ادرسوا جيداً، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.